بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. إخواني في الله، نحن في سورة الإنسان، وصلنا إلى قوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ويطعمون الطعام and they feed the food, they give food out على حبه. They love it and they need it. They give it to the miskeen, the poor, yatim, the orphan, وأسيرا and the captured. They say إنما نطعمكم لوجه الله, we only feed you for the sake of Allah. لا نريد منكم جزاء, we don't from your reward, ولا شكورا, and no thanks. هذه صفة الصالحين في أعمالهم الصالحة. This is the description of the righteous and the good deeds that they do. نعم. فقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. ما معنى على حبه؟ هذا الضمير يرجع إلى ماذا؟ They feed the poor على حبه. على حب ماذا؟ يعني حب الطعام, ليس على حب الله. ليس معنى على حبه أن يراد به حب الله. And they give the food على حبه. And loving the food meaning على حب الطعام وشهوته إياهم وحاجتهم إليه. They need the food, they want the food, they like the food. And with that, they give the food away. هذا معنى الآية. ويطعمون الطعام لحبه. They give out food and they like the food, they want the food and they need the food. نعم. فهذه الآية مثل قوله تعالى. This is like the statement of Allah في سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. Righteousness is not that you turn your faces to the east or the west. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. Like righteousness is the one who believes in Allah and the last day and the angels and the book and the prophets. وآتى المال على حبه. ما معنى آتى المال حبه؟ على حب ماذا؟ على حب الله؟ لا, ليس المراد هنا ربنا سبحانه وتعالى. على حب المال, آتى المال على حب المال. نعم. وحاجتهم إليه. نعم. وتمنيهم له. نعم. They give out money and they love the money. They need the money. They want the money. They have things to do with the money. They give up and they give food, they give money. وآت المال على حبي. And they want the money, they need the money. ذوي القربى, they give it to their relatives. واليتامى, to the orphans. والمساكين, the poor. الآية. And this ayah here was says, ويطعمون الطعام على حبي. They give out the food and they're in need of the food. They give out the food and they want the food. They give out the food and they need the food. ثم ذكر الله من يعطون الطعام. ويطعمون الطعام على حبه. They give the food and in need of the food مسكينا ويتيما وأسيرا. يعني أنواع من المحاويج, المحتاجين. There are different kinds of people that are in need. There are different kinds of people that are in need. يعني فمسكين, ما معنى مسكين؟ محتاج. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول إنما الفقراء إنما الصدقات للفقراء والمساكين. من هم أشد حالا؟ من فقره أشد, الفقير أو المسكين؟ من حاله أشد؟ الفقير. لأن الله سبحانه وتعالى يقول
أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. هو مسكين وعندهم سفينة ويشقالون. فمسكين الذي عنده قوت يومي وفقير ما عنده قوت يومي. الفقير is the one he doesn't have that which is sufficient for that day. The مسكين he has enough for that day. That's it. هو شقال. المسكين هل يستحق صدقة؟ هو شقال. نعم. هو شقال. He's working, but he still deserves صدقة. He's working. ولكن the فقير is worse off. يطعمون الطعام على حبه مسكينا. فكان الرجل يشتغل. كان الرجل عنده سيارة. كان الرجل يستأجر بيت. كان الرجل يملك بيت. يملك بيت. إيش بمعنى عنده طعام يلزم؟ يعني يملك بيت عنده مال وطعام يلزم؟ لا يلزم. لا يلزم. ممكن قال اشترى البيت من زمان والآن ما عنده ورقة بس. ما عنده ورقة. نعم. He just had the note to that house. He has the note to it. That don't mean that he has money. I mean that he's working. نعم. لا يلزم. هل يبيع البيت؟ لأنه يسكن. هو وأهله وأولاده. So just because somebody owns something doesn't mean that they're not in need. فلا تنظر عنده سيارة. اتركه. لا عنده الحالة. تفقد. نحن نتفاقد أحوالنا. بعضنا بعضا. We have to look and search and see who's in need. كيف يكون جارك في حاجة أنت ما تدري؟ How can your neighbor be in need and you have no idea? وكيف يكون مريضا وأنت لا تدري؟ How could he be sick and you don't know? يحتاج تفقد. فما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وقيل لمن يا فلان إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك؟ قيل لمن هذا؟ لا قال رسول الله يا أبا فلان إذا طبخت مرقا فأكثر ماء أبا ذر. قيل هذا لأبي ذر. The Prophet said to Abi Dhar, if you cook marak, put a lot of water in it. طيب. So it'd be more. نعم. إذا طبخت مرقا مرقا فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. ما معنى تعاهد جيرانك؟ فليش ما قال أعطي؟ ماذا قال تعاهد؟ ما معنى تعاهد؟ يعني استمر. يعني كلما تطبخ تعاهد. يعني ما تعهدك بالبلاد. يعني يكون يعني يتقارب. أنت كل حين تعطيهم. لا تعطيهم مرة واحدة. كلما طبخت مرقا أعطيهم. استمرار. والله كنت في أيام في اليمن ممكن الجار يأتي بحاجة ونحن في حاجة إليه. نحن في حاجة إليه. نعم. Sometimes the neighbor will come with a piece of bread. If they قبضوها, if they cook bread, they send one piece over. ونحن في حاجة إليه. And when we make bread, أحيانا you buy like a silla tart or silla بصل, send three or four, send some four tomatoes over to your neighbor. ما يدريك ما يدريك صد الفراغ. فكنا في التفاهم مع الجيران. أحيانا يأتينا ضيف, يأتينا ضيوف وما عندنا صحون ولا أكواب للضيوف. يمشي إلى الجيران ويفهمون حاجتنا ونحن نفهم حوائجهم. نعم نتعاون في ضيوفنا. Maybe I have guests, I don't even have the thalaj, I don't have the thermos, I don't have the cups, I don't have the enough trays, I don't have enough stuff. I just send my kids to the neighbor and say, we got guests. They give them some plates and some bowls and some silverware. Nah. And when they have guests, we send whatever we have. أحيانا يحتاجون بطانيات. نعم. هكذا الجيران. نعم يا إخوان. نعم. والله سبحانه وتعالى يقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ماذا قال العلماء في هذه الآية؟ رب ابن لي عندك بيتا في الجنة.
نعم قال أنها اختار الجار قبل الدار. ابني لي، ما قال بيتا، قال ابني لي عندك بيتا، يعني قبل أن ذكر إيش البناء هي تريد حمل الشيء. عند الله عندما يابا أنوار. نعم هذه آسيا زوجة فرعون. She said, oh my Lord, build for me with you a house. So before she even mentioned the house, the main thing is her father. اختار الجار قبل الدار. فأجار مهم. طيب. الله سبحانه وتعالى يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا. ما معنى مسكين؟ محتاج. هل ما معنى مسكين؟ هل ممكن يشتغل؟ Can he have a job? No. ممكن he has a car? No. ما له سيارة. Just because he has a car, that means he has money. Because he has a house, ويتيما. ما معنى يتيم؟ مات أبوه قبل البلوغ. ما تابوا من قبل. نعم. نعم. هذا الأصل. نعم. والذي مات أمه هو في حالة. نعم. The one whose mother passed before the age puberty. حالة. لا إذا قبل البلوغ. قبل البلوغ. Long as it's before he reached puberty, if his parents, one of his parents died, really is the father. If the father dies before he reached puberty, then that's an orphan. هل كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتيما؟ نعم، our prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was a teen. فأقول يا إخوان لابد ننظر إلى اليتيم اليتامى. نعم، الذي هو يتيم يبقى مشتاق إلى رؤية أبي، متعلق. نعم. نعم. He always wants a father. نعم. يحس بالنقص، يعني هو نقص يعني يعتريه. نعم لا يفكه. It's a deficiency that's always with him and never leaves him. He knows that he doesn't have a father. نعم أحسنت. نعم فهو مصيبة، الموت مصيبة، لكن بعد الناس ما قد عرفوا أباه. ما عرف أباه. Never knew his father. فيحتاج إلى يعني يصد الفراغ. فاليتيم يحتاج إلى orphan. الإسلام لا حقوق. Orphans ما شاء الله. They have rights. الله سبحانه وتعالى حث، يعني الشرع حث على العناية باليتامى. Our religion it encourages feeding the poor. في غير الإسلام تجد هذه الأشياء في يسمى حقوق الإنسان، يعني خارج. نعم. They have to make up things that's called people's rights, humans' rights. ولكن هذا من ديننا. هذا من ديننا. ولهم من حقوقهم they have Mother's Day. أنا لها يوم واحد. Mother's Day لها يوم واحد. وFather's Day له يوم واحد. وذاك اليوم تشتغل لها شوكولاتة وبعد الظهور ورود وحقها خلاص. ولها زيارة ذاك اليوم. زيارة ذاك اليوم. والله بعض الناس ما ينام حتى يزور أبوه. نعم. ولكن عندهم، لأن يا إخوان نحن نتعلم هذا من ديننا، هذا شرع الله، الله شرع هذا، والله ما عندهم شرع. مساكين. الله legislate for us بر الوالدين بعد ماذا؟ بعد توحيد الله. وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ما
Islam gives a lot of attention to the rights of the parents. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك. ليش من دين؟ Who has the right for the best companionship? Your mother, then your mother, then your mother. يعني بل جاء عقوق الوالدين من كبائر الذنوب. العاق. The one who disobeys his parents. That's from the major sins. Major sin. كيف؟ يعني كيف يعرف؟ يعني يعصيه. يعصيه في حاجته. ليس حاجة دينية. دينية ودنيوية حاجة. نعم. يريد غير الباب. ما يعجبه اللمبات هذه. يعني نعم. يعصيه. نعم. It doesn't obey him. يشمن هذا. نعم. يزعجه. نعم. هذا طيب. لكن هذا الزمان يا إخوان نحتاج إلى عناية وخطب في هذه الأمور. نحتاج عناية كثيرة. There's a lot of attention in the rights of the parents and the rights of the orphans. And that is such a, you know, هذا حق وإن كان كافر. Even if the parents is disobedient, أفوان. If they're disbelievers, even if they're disbelievers. فهذا هو اليتيم وأسيرا. ما معنى سيرا؟ مسكينا ويتيما وأسيرا. أسير حرب. نعم. الذي هو محبوس. وكان من يكون أسير؟ يكون الكافر المشرك بعد الحرب. نعم. الأسير نتيجة حرب. نتيجة حرب، نتيجة جهاد. أسير is a captive, war captives. هل war captives يأكلون، يشربون، ينامون؟ نعم، ما يحتاج. هل إذا مسكنا بعد الأسارة، هل يجب أن نطعمهم، نهتم بهم؟ يجب. نعم. If we took captives, if we had captives amongst the disbelievers, we have to feed them. نعم. هذا من الإسلام. هذا من الإسلام. نعم. فقال إنما نطعمكم لوجه الله ما نريد منكم جزاء ولا شكورا. We feed you all for the sake of Allah. نعم. We feed you all for Allah. يعني يبتغون الأجر من الله. يبتغون وجه الله. يريد أن يرضي ربهم. They want to please Allah with these deeds. And then they want a reward. ويغتنمون هذه الفرص. They take advantage of these opportunities. وهم من أعظم الأعمال. They're from the greatest of deeds. لا نريد منكم. We don't want from you. This is not why we're doing this. ما نريد منكم جزاء ولا شكور. ما معنى الجزاء؟ هو بالفعل. والشكور هو بالقول. We don't want you to do anything. You just accept it. فالزمان الذي نسكن فيه ممكن الناس يتبرعون ويعطون ولكن للعوض للعوض. نعم. أذكر كنا في اليمن يأتي بعض يسمى هذه مؤسسات رسالة الإفطار علينا مسجد كامل إفطار علينا. Don't bring any food. We're going to bring meat and everything for the whole masjid. نعم. ولكن سنأتي نصور. So you صور. If you tell them لا ما في تصوير ما في طعام. يعني بهذا التصوير. نعم. سيروج ويعمل يعني يطلب ما من الكويت ومن السعودية. سيقول اسمعوا سيجعل يعني مجموعة من اليمنيين هناك ومجموعة هناك ويأتهم
رجل واحد، وإذا هم يتنافسون يتقاتلون عليه ويصورهم عند المساكين معاويج، وما هو ما كذا ما هم مساكين معاويج، ولكن يجعلهم في موقف حرج وبيحصل منهم سوء التصرف. نعم، يوزع طعام قليل هنا وقليل هناك، وإذا هم يتزاحمون عليه. And they have the camels. They come and say, we're gonna feed everybody in this masjid for tonight in Ramadan. And they come with the camels. They give a little food here, a little food there. And the people are grabbing, and crowded. And they say, look at these miskin people. They take it to Saudi. They take it to the Emirates. We feed the poor and young. That's our job. We feed them. كان في مجموعة في الأيام الأضاحي، يعني في العيد الكبير. It's time for the slaughtering. They claim, يزعمون, that they buy أبقار. They buy a lot of cows for the مساكين. فلهم بقرة واحد. They have بقرة واحد. They have one. They put a red coat on the cow. He has on a red coat. Same cow. Then when it's time to slaughter him, they put a blue coat on him. When they slaughter him. Then they get a green coat when he's on the floor. You know, it's the same cow. It's the same cow. But they put these different coats on him according to the situation that he's in. And now he's on the floor, he has a green coat. When he was standing up, he had a blue coat. When he's slaughtering, he has a red coat. And they said, look, we slaughter all these cows. You know, it's the same one cow. وحيل. They have all kinds of tricks. كان بعضهم يقول عندنا في هذه القرية يعني فصول ومدرسون. So you see kids in this room over here. And you see them in this room over here. You see them in another room over here. لو نظرت جيدا نفس الأولاد ونفس المدرس غرف ثانية. لا إله لا إله إلا الله. They go to an old abandoned, an old house. It's an old broken down house. They say it's a school, it's a broken down school. They go in one room. They take the pictures of school and it's a teacher. Then they go in another room with the same, in another room. But when you look, it's the same teacher and the same students. وكان بعض الطلاب كان يسمون أنهم يتمركزون. يتمركزون. يعني إذا طلب أم قليل, he got a little bit of knowledge. Now he wants to open a مركز ويطلب تبرعات. يتمركز. He's like looking to get a مركز. فأحدهم ذهب إلى المسجد. يعني هو إمام مسجد. ذهب إلى الجامعة إلى جامعة قريبة. He went to a university that was close. And he told some of them, y'all come about 4 o'clock. Everybody يمسك المصحف يتحرك هكذا. يعني عندنا أصحاب التبرعات. يشوف مسجدنا وما عندنا من الطلاب. استأجروا الطلاب. He went to the closest جامعة. He took some of the students and said, listen, I need y'all to come sit in the masjid. Anybody get a mushaf? Rock like you're reading in the mushaf. Because the people who are going to come give a shahada, they want to see our students. And we're going to say, we need hamamat, we need basat, we need buses, we need new bathrooms, we need that. وهكذا الدنيا. فهؤلاء يطعمون. ما يقول وما نريد منكم جزاء. بل يريدون جزاء. They don't say we feed you, we don't want any reward. That's the only reason why they are feeding. فبعضهم يبنون المساجد حقا ولكن لهم نسبة كذا وكذا من المال. وما يقول فلان فلان بنى المسجد. يقول نحن بنينا. أنت ما بنيت شيئا. They don't say that this company over there built the masjid. They say, we built the masjid. وَإِنَّمَا هُمْ شَحَاطِينَ. All they do is beg for them. فالله سبحانه وتعالى يقول هنا, إِنَّمَا نُتْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً. We feed you all for the sake of Allah. We don't want any type of reward. You don't have to pay us anything back. Nothing. بعدهم يوزعون الأسماء. They want أسماء. You have to write everybody's name down. ولا شكورة. And not any thanks.
مرة قبل أن خرجت من حضرموت كان في الموسم الحج، وأنا ذاك ملك سلمان أرسل لي كل بيت في حضرموت، كل بيت ما ترك بيتا، أخذ قرطون من الأضاحي، لحم طازج مثلج، ما ترك بيتنا. Nice big cartoon of meat. كم يذبحون هناك؟ كم من الشرع؟ هذا في الصحراء، ما أدري في الساحل، ولكن في سيئون وفي تريم، في أنا كنت أنا ذاك في غيل عمر. They gave every single house a box of meat. طيب، وأحيانا ذهبوا إلى شيخ القبيلة and they said, how many houses do you have here? You know, we have 50 houses, we have 40 houses, and gave them all of them. I can buy the nest. They said, how many houses do you have here? And we have 40 houses, we have 50 houses, gave it to them. Then they took their sticker from the jam'iyah and put it on top of the box. كأنهم يوزعونها. نعم، وادعوا لسك حقهم حق الجمعية على الكراتي، وزعوها باسمي. يعني الفقر يكون في القلب. الفقر إذا أصاب القلب خلاص. So these people, they said we have like 50 families or 100 families. They have their own charity organization. They took their sticker from the charity organization and put it on these boxes that are coming from Hajj. نعم، and gave it out in their name. And then they have all these pictures. They send that to Saudi. Look, we give out meat to the poor. We need charity because we look out for the poor. When somebody is afflicted with poverty, he's afflicted. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همة فرق الله عليه شملة وجعل فقر بين عيني ولم تأته من الدنيا إلا ما كتب له. Whoever the dunya is his main concern, فرق الله عليه شملة. شملة كل ما يشتهي. Allah is going to separate from him everything he wants. Allah is going to disperse it. He can't get it. جعل فقره بين عيني. ما معنى هذا يا من؟ جعل فقره بين عيني. ما معنى جعل فقره بين عيني؟ كل ما يراه ما يكفي. لو أعطيت سيارة ما يعجبه. يحتاج ثاني. ما يكفي. Anything he sees that he has is not sufficient. He's not pleased with it. It's not enough. أتظنون يا إخوان, do you think like the people that are rich, they're rich? Why do you think they have like 3 Lamborghinis and 4 Mercedes? Why? And they're لا يشبع. Why you think like these people that are so rich, they have like 2-3 Lamborghinis and 4 of these cars? I can't even name the car, I forget the name of them. Why they have 2 and 3? Because ubtulu. Nah. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن نفس لا تشبع. I say but for sure my nafs is never satisfied. لا ما أعرف هذا. ممكن فيه. نعم. ولكن a soul that never, why would you need 2? Why would you need 3? Why would you have like, because money, ما هي حاجتهم؟ الذي ماذا الذي هم فقدوا؟ فقدوا القناعة. وقناعة كنز. نعم. قناعة كنز. No one has contentment and he's satisfied with a little bit. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا فقنعه الله بما أتى. قنعه. He is successful, the one who accepted Islam. ورزق كفافا لن يكفي. He's been given that which is sufficient for him and Allah made him satisfied whatever comes to him. مرتاح شاكر على الحاصل. نعم ونعم فهمت الحديث. من أصبح معافى في جسدي بدني له قوت يومي آمنا في سربي فكأنما حيزت له الدنيا بحوافر. هذا هذه الأشياء.
The one who wakes up and he's safe amongst his people, he's healthy in his body, and he has food for that day. He has enough food for that day. Then he has got everything for him in the life of this world. And the adha, al-man, tasawwar rajul lahu 10 ya'ni ni'al. He has 10 pairs of shoes, or 12 pairs of shoes. Okay? He says, today I'm going to wear these shoes. And these other shoes here, I'm going to put them around my neck. And these other shoes, I'm going to put them on my waist. And these other shoes, I'm going to hold this one right in my hand. And the other shoes, I'm wearing them in my left hand. Hell yeah, me. So, yudhak alayh. You can only wear one pair of shoes at a time. That's all you can wear. Some people have shoes they never wore. They never wore them yet. And they have shoes they wore one time, and that's it. Why? Your Jews, and why you could akthar min na'al. It's permissible. But I can ba'dhum la yashba'un. Some of them, they're never satisfied. Al-qana'a. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان لابن آدم واديا من الذهب لحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. ما معنى ولن يملأ فاه إلا التراب؟ ما يشبع حتى يموت. Nothing. He said, whoever has been given if son of Adam was given a valley of gold, he will not be satisfied, and he's still given two valleys of gold. And his mouth won't be filled up except that the dirt is in it when he's in his grave. He will not be satisfied until what? Until he dies. That's the only thing that is going to stop. Allah subhanahu wa ta'ala qul alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir. That you are preoccupied competing with other for worldly affairs until you visit your grave. ما معنى يتوب الله على من تاب؟ يعني التهور وإقبال على الدنيا لا يجوز. ويتوب الله على من تاب. الانشغال بالدنيا عن الآخرة لا يجوز. الانهماك. To be preoccupied with the dunya over the life of this world. هل يجوز للواحد أن يشتري بيتا؟ هل في عيب؟ هل في ربع عيب أن واحد يشتري بيتا أو سيارة طيبة ولا ربع عيب؟ No, there's no shame somebody buying a nice car, a brand new house. There's nothing wrong with that. ولكن لا يبدل بالآخرة. It's not going to be على حساب الآخرة. It's not going to be in you're not going to sacrifice the hereafter for it. ففي هذا الله سبحانه وتعالى يقول ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص حاجة. يؤثرون, they prefer other people over themselves. ويطعمون طعام على حبه وآتى المال على حبه. نعم, they prefer other people over themselves. وهذا الإيثار لا بد يقع بين الزوجين, لا يقع بين أخو أخي. الإيثار, نعم, that you prefer somebody over your own self. فما معنى وجعل بينكم مودة ورحمة؟ هذه مودة. مودة أن تحب لزوجك الخير, ورحمة ما يصيبها شيء, ومحبة تريدها كل خير, ورحمة ما يمسها ولا شيء. ولكن الإيجاب وصل, نعم, they go together. نعم, well, you have إثارة, you prefer that she have it before you. ويبقى هذا الإثار لابد يكون لكل مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه. None of you love for your brother. None of you believe that you love for your brother what you love for yourself. فهل يجوز الإثار في القربات؟ هذا مسألة دينية. مثلا إذا أنا في الصف الأول فقلت خذ مكاني أنا سأجلس خلف, هذا لا يجوز. الإثار في القربات لا يجوز. لا, طفل صغير لو كان يستحق هذا المكان, ولكن إن كان هناك ضيف أو في بعض الأحياء لا بأس. ولكن الأصل تركه أولى. That if somebody has a position that's dini, you don't give it up. So if you're in the صف الأول, you don't give it up for somebody else. You don't hand it over. ولكن هو جائز.
لأن ماذا طلب عمر لما طعن؟ ماذا طلب من عائشة؟ وقد دفن أبو بكر وين؟ نعم بجنب النبي، وما باقي إلا مكان واحد كانت تريده لنفسها قربة، أن يدفن في بيتها بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كانت تريده لنفسها، هي كانت تريد ذاك الموضع عندما هي تموت. فهمت؟ نعم نعم. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودفن حيث مات، هكذا الأنبياء. The Prophet صلى الله عليه وسلم died and he died, was buried there in his house. ثم أبو بكر مات دفن بجنبي، ما باقي إلا جنب واحد فاضي. Now there's only one more side left that's empty. عائشة كانت تريد هذا الجنب لنفسها، بيتها. She wanted this side for herself. Abu Bakr's on one side of the Prophet, buried on the side of the Prophet. She wants this side. لما طعن، يعني طعن بعد الفجر، هو يعم الناس في صلاة الفجر. أبو لؤلؤ المجوسي طعنه. وبينما هو يموت أرسل ابنه حتى يطلب هذا المكان. While he got stabbed, after he got stabbed and he was dying, he sent his son to request from Aisha that he could be buried there. وأذنت له. So هذا يدل على الإيثار في القربة جائز. Giving up, preferring somebody else and giving up better in qurbat and things that bring you closer to Allah, it is permissible. ولكن تركه أولى. أريد أقرأ حديثا أعجبني هذا الحديث يا إخوان في الصدقات والإيثار، وهو في الصحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولعلكم تعرفونه. Maybe you all know this hadith. But this is all connected to what? وَيُطْعِمُونَ طَعَامَ عَلَى حُبِّي. Giving food and they like the food, they need the food. وَعَاتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّي. They give the money and they need the money and they like the money, they want the money. قال أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني مجهود. A man came to the masjid, to the messenger of Allah. أنا مجهود، أنا في تعب، أنا في حاجة. نعم. I'm in need. نعم. ما عنده شيء. جوعان. نعم. He's hungry. فأرسل إلى بعض نسائه. He sent to some of his houses for some food. فقال والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. She said, I swear by the one that sent you with the truth, we don't have any house except water. ثم أرسل إلى أخرى. Then he sent to the other house. فقال مثل ذلك حتى قلنا كلهن مثل ذلك. Until he sent to all his houses. وله تسع أبيات. This abiyut. He had nine houses. He sent to all of his houses. All of them said, we only have water. فقال من يضيف هذا الليلة رحمه الله تعالى. Who's going to take my guest? ضيف رسول الله. Who's going to take my guest in? رحمه الله. May Allah have mercy. فقام الرجل من الأنصار أظن أبو طلحة. هذا ظن عندي. One of the Ansars took him. فقال أنا يا رسول الله أعطيكم. فانطلق به إلى رحله. He took the guy, he took the man to his house. صحيح. وقال لامرأته هل عندك شيء؟ قالت لا إلا قط صبيان. We don't have any food except the food for our kids. وهذا معنى المسكين له قط يوم. And that's the meaning of مسكين, they have food just for that day. نعم. فقال علليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئ إسراج. يعني شغلهم بشيء حتى يناموا. Play with them, preoccupy them, preoccupy them until they just fall asleep and they didn't eat dinner. عَلِّلِيهِمْ شَقِّلِيهِمْ. Get them busy with something until they just fall asleep without eating. فَإِذَا قَالَ فَإِذَا دَخَلَ ضَيْفُنَا فَأَطْفِي أَسْرَاجِ وَأَرِيهِ أَنَّا نَأْكُلْ. So, وفي رواية حضر الطعام قال أنا سأويك أني يعني أقول أطفئ سراج.
Bring the food. We're going to sit down. وكان أهله موجود كأن هذا قبل آية حجاب. They sat down. The food is there. It's enough for all. It's not enough for all of them, but all of them are going to eat together. أطفأ وسراج. She cut off the light. أطفأ على سراج. She took the light off. فأريه أن نأكل. فإذا أهوي ليأكل فقومي إلى سراج حتى تطفئي. And he's going to put his hand. يضع يده كأنه يأكل وهو يتكلم هكذا ما شاء الله طيبة. He's talking like he's eating. He's not eating anything. He's talking like he's eating. The lights are out. And he's putting his hand in there, but he's not taking anything up with his hand. And he's talking like he's eating. And the guest is eating up all the food by himself. Dave Rasulullah. فأهوالي يأكل فقومي إلى سراج حتى تطفئ. فقعدوا فأكل الضيف. They all sat down and ate فأكل الضيف. They all sat down and ate, but the guest is the only one ate. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم. The next morning, that Ansar went to the Prophet. فقال رسول قد عجب الله من سنيئكما بضيفكما الليلة. وفي رواية البارية. عجب الله. الله تعجب. نعم. هذا صفة لله. عجب. على ما يليق به سبحانه وتعالى. Allah was surprised with what you all did, which I guessed last night. فهذا من الإيثار. This is what is preferring for other people over yourself. فهذا الذي نستفيد من هذه الآيات. This is what we benefit from these verses. والله يقع هذا فيما بيننا يا إخوان. نعم لا سيما بين من يا إخوان. رجل وأهلي. نعم الرجل يكون إيش بطل كريم ما يقاس نفسه على زوجته. He doesn't compare himself with his wife. هي قالت فأنا قلت لها لا كان رجل. She said to me so I said it back to her. No أنت الرجل أنت القوام. أتعجب أناس يستدلون بأدلة الرجولة لما يناسبه. There are men, they use all the delio when it's for them. الرجال قوامون على النساء اسكتي على الجنب. نعم. لو كنت عاملا أن كنت عاملا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة تسجد لذا. لأنه الرجل. نعم. عفوا يا ريدان. Because he's the man. He's the man. Right? If I would command anybody to prostrate to anybody, I would have told the man, the woman, prostrate to the man. He's the man. Type when it's time for him to be the man. لا عنده ولكن 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 لا قوم أنت قوام قوام. وبعدهم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. يعني عندي أنا يأتيني شكاوى من النساء ما أسمع إلا مثل هذه الأحاديث. I only hear these hadith. نحن ناقصات عقل ودين. That's all they hear. We're deficient in our intellect. We're deficient in our deen. If we had anybody will make sujood, the woman will make sujood to the man. The men are قوام وللرجال عليهن درجة. That's what Allah said, right? And the men, they have a degree over them. That's the only thing that they hear. I know who folk. He's folk. He's on top. He's on top. He's the man. He's the man. Boom. كن الرجل. Now when it's time to do and be the man, he has تقصير. فالنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت اسمعوا إلى هذا الحديث ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. I haven't seen anything more overwhelming on the intellect of a sound man. للب الرجل الحازم من إحداكن. She's ناقص in her deen. I haven't seen anything overwhelming on a sound man's mind than one of you. اسمعوا. إن كان هذه المرأة ناقصة عقل ودين غلبت على الرجل الحازم هذا النقص فيه كذلك هذا النقص فيه
Nah. If this woman overwhelms this man, يحزه يؤثر فيه يزعجه نعم ويجعل يصدر منه سوء تصرف makes him act out of pocket then he's deficient. Your عقل is ناقص also. You let the deficient عقل, the deficient in intellect overwhelm you. نعم هذا حصل للرجال أن يكون صابر. فالرجل يكون ما هو مجرد صبرا ولكن صبرا جميل. فاصفح الصفح الجميل يفصح جميل واهجرهم حجرا جميلا. يعني حجر ما تحس لأنه جميل مهما كان جميل في كل تصرفات. فأنا أريد أن أحث وأتكلم وأكتب وألف في الرجولة. نعم وصل يعني فائدة لي من باب أولى أول a benefit for me myself. الرجولة the men have to step up and be men. Listen لو قام الرجال لانتظمت النساء والأولاد. لما خرب الرجال خلاص ساقط. If the men stood up and were men everything would fall in line. والله سبحانه وتعالى كلف الرجال ما لم يكلف النساء. فمن المخاطب؟ Who is Allah talking to in this verse? وعاشروهن بالمعروف. يكلم الرجال أو النساء؟ الرجال. وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموهن. Treat them with that which is correct. If you dislike something about them. قد أثبت أننا نكره أمور في زوجاتنا. Allah already told us that we dislike things about our wives. He already told us. فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Perhaps you dislike something and Allah puts in it a lot of good. A lot of good. فالرجل ما يعمل بالظاهر هو يصبر ويصفح. نعم. He doesn't see to some, oh, she didn't cook today? Huh? She wants some more? What? Huh? وفي الأخير النبي صلى الله عليه وسلم كلف الرجال ما لم يكلف النساء. أولا نحن نعرف أن الرجل إذا ظاهر أهله نعم وقال أنت مثل ظهر أمي عليه أن ماذا يصوم نعم ويطعم. If he says this to his wife he has to fast, you have to feed. لو أنها ظهرت قد أنت مثل ظهر فلان 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 ألف بحر ما عليها شيء. She can say all she wants. You're like the back of my donkey. You're like the back of everything. Nothing is on her. Man, he say that same. حتى اختلفوا في من أتى أهله في رمضان. Man, they have relations with his wife in the Ramadan. أمره النبي بالصيام وإطمان وما أمر عليه شيء. The Prophet commanded that man that had relations with Ramadan to fast and to feed, and then he ordered his wife with nothing. نعم. ثم بارك الله فيكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفرق مؤمن مؤمنة وفرق بغض بين الزوجين. لا يفرق مؤمن مؤمنة. Don't let any believing man hate his believing life. املك نفسك. Don't let it get to that degree. يبلغ البغض. لا. كراهية. بغض. لا. املك نفسك. قال لا يفرق. يعني لا يبغض. Don't hate her. لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. ركز في هذا. كأنه يقول غمد عينك. If you dislike from her certain things you like from her other things, like you're saying, close your eyes on that which you dislike. Don't let it get to the point that you hate her and that you dislike her. فأنصح الزوجين لا تقول مثل هذه الكلمات أبغضك يا ليتني ما شفتك أبدا. انتبه هذا يقع في القلب. والله you say them statements that I hate you, I wish I never met you, that's gonna have a يقع. That lands in your heart كثير. Don't think anything comes out of your mouth.
إلا هو سجرت إن خير فخير شر فشر. أقول لكم انتبه مما يخرج من لسانك. Be careful what comes out of your mouth. It's going to come back on you. Nah. Don't say them words. I hate you. I wish you never was in my life. I can't stand to look at your face. And Debbie, don't say those words. Yaka. Nah, yaka. They're gonna go like they want. Nah. فنسأل الله أن يصبرنا يا إخوان وأرجو أن الله يرفع عندنا رجال. كم من آيات الله يقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. رجال الله يقول رجال in his book رجال الرجولة والمروءة. نعم صلى الله سبحان الله يعيننا يكرمنا. سبحانك اللهم وبحمدك شهر الله إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما عرفت الساعة يا إخوان عندنا فواكه.